بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور طارق شاكر، قناة كورسيرا. زي ما بنقول كل مرة، دي عبارة عن مصدر يشرحلك الكلينيكال والأمراض، وشوية صور شوية فيديوهات بسيطة أنيميشن. عشان تشوف الفيديوهات كلها لازم تعمل اشتراك في القناة وسبسكرايب. كل ما نجهز حاجة نرفعها على القناة إن شاء الله. بالتوفيق للجميع. الموضوع النهاردة من المواضيع المهمة جدا والبسيطة، وهو موضوع الاندوسكوبي او المناظير. اللي بيسمعني النهارده ممكن يكون واحد شغال في المستشفى بقاله فتره، ممكن يكون لسه طالب، واحد لسه نيو ستاف بدأ يشتغل في مستشفى جديد. فبالنسبه له كلمه مناظير، ايه مناظير دي؟ ودي بتحتاج تعمل ازاي؟ وهل دي محتاجه عمليه؟ هل الموضوع خطير؟ الحقيقه المناظير من الحاجات الكويسه جدا اللي عملت ثوره في المجال الطبي. ليه؟ من خلال فتحات صغيرة وبسيطة أقدر أدخل الجسم كله وأصور، أخد عينة، ممكن يكون مناظير جراحية أعمل بها عملية من فتحات صغيرة. الفتحة الواحدة تقريبا لا تتعدى السنتي، وبالتالي بتقلل فترة إن العيان يفضل في المستشفى بعد العملية. بدل ما كنت هيقعد 4 5 6 أيام أسبوع، ممكن يروح في نفس اليوم ماكسيموم تاني يوم. بدل ما كنا هنفتح مثلا عملية جرح نفتح 10 15 سنتي، دلوقتي ده 3 4 فتحات، الفتحة لا تتعدى سنتي، فبيكون الريسك أقل، وبيدينا هاي ديفينيشن إن أنا أشوف صورة أوضح كمان. شوف الفيديو ده كده، أدى المنظار عبارة عن أنبوبة رفيعة جدا ومرنة، فيها كاميرا من قدام بتصور، بتدخل من أي فتحة في الجسم عشان تصور. أدى أهي، هبص كده وتدخل منها، ده البروب، وهو بيصور من بره كمان زي ما هو عاوز، بس كله شغال على السكرين. ده المنظار ماشي والكاميرا من قدام، الصورة بتاعته بتبقى على شاشة، هو ماشي بيوجهه لا حاجة معينة، راح واخد منها بيوبسي عينة ويطلع بها يحللها، والعيان زي الفل، ولا فتحنا جرح ولا أي حاجة. بياخد قطعة واثنين وثلاثة، شوية تشو مرة واثنين وثلاثة، بايوبسي مرة واثنين وثلاثة. العيان بيكون فايق، احنا مجرد مديله سيديشن عشان بس ما يخافش وما يشدش المنظار. يعني الاستاد دي ما هي الا شرح اللي انت شفته، عبارة عن تيوب مزودة بكاميرا من الامام، بتدخل من فتحة موجودة في الجسم زي مثلا الأنف، الفم، الفاجينا، الكلام ده كله، أو الريكتم. في منه فليكسيبل وفي منه ريجيد. فليكسيبل اللي هو هيدخل وسهل ويبقى مرن ونوجهه زي ما احنا عاوزين، لكن ريجيد ده بيكون في المناظير الجراحية، لازم حاجة تكون ريجيد عشان تخترق جدار البطن واشتغل براحتك. طبعا الصور والفيديو اللي هو يشوفه بيشوفه على التلفزيون أو صورة على شاشة، يعني هو قاعد شغال ووجه براحته. أدى المنظار اهوت، العيان اهوت نايم، وهو الصورة اللي الكاميرا لقطها هو شايفها على شاشة فوق، الدقة أوضح. الأمور بسيطة جدا، مش محتاجة يعني أوفر استيميشن إن إحنا نضخم المواضيع، ده بالعكس المنظار حاجة كويسة وما تخافش منه. صورة تانية أهي، العيان نايم، أدي عضاضة دخلناه، ده منظار معدة، باين له شاشة اهي، هو شغال بيوجه براحته وهو مرن اهوت، مش حاجة ومفيش تخن صباعك، يعني حاجة سهلة يعني. مرة تانية هذا صورة تانية، وحدة مناظير، العين نايم ليفت لاترال، وادي الشاشة، وادي المناظير، وادي المنظار زي ما انت شايفه. فايبر اوبتيك مفيش، يعني مش حاجة متعورش يعني، ولا حاجة العين بيسمعها بيتخض، او انت تسمع عنها العين داخل يعمل منظار انت بتخاف. لا، الامور بسيطة والعين ما بياخدش 10 دقايق. اهو منظر تاني، اهو ادي المنظار، اهو رفيع يعني. وادي العضاضة عشان العين لما نديله دي بريفان ينيمه، تبقى فيه زي تراك كده ندخل منه بالفايبر اوبتيك اندوسكوب. ادي صورة تالتة اهي، بيدخل بقى، انت عايز تدخله بقى على التراكية وتشوف التراكية واللنج، ولا عايز تدخله على السوبوجاس وتشوف الاستومك والديودينم كده يعني.
طيب هو عايز يقول لك هنا الاندوسكوبي المنظار بيمر من قناه كده كده ناتشورالي موجوده، فتحه موجوده في الجسم. ايه الفتحات الطبيعيه الموجوده في الجسم؟ قال لك من النوز رقم واحد، اهي النوز. طب هدخل منظار من النوز ليه؟ ممكن عايز تشوف الفويس بوكس، عايز تفحص اللي هو الثروت الحنجره، الناس اللي عندهم مشاكل في الصوت ويستخدموه بتوع الانف والاذن، لارنجوسكوبي. عايز يكمل يدخل من النوز ويكمل يشوف اللنج، برونكوسكوبي، منظار شعبي. الفتحة التانية الماوس الفم عشان يدخل على الاسوفيجاس، يبقى اسوفيجيسكوبي. او عايز يشوف الاستومك، جاستروسكوبي. او عايز يشوف اللي اسمه الانتستين، سميناه ابر جي اي تي او ابر جاسترو انتستاينال اندوسكوبي، ادي اسماء المناظير. الفتحة التالتة الانس، فتحة الشرج عشان تو اكزامين اللارج انتستين او الريكتم والانس، عايز يشوف فتحة الشرج المستقيم او القولون، سميناه كولونوسكوبي، منظار علوي ومنظار سفلي، ادي المنظار العلوي ابر جي اي تي، هنا كولونوسكوبي. شوفوا اليوريثرا عشان تفحص البلادر، سيستوسكوبي. منظار من المهبل عشان تشوف اليوترس، هيستروسكوبي. شفت كم اي فتحه بتدخل منها وبيسمى باسمه. ادي حاجات بسيطه عشان بس ما تقراش كتير. كل دي انواع المناظير، هو راح يفحص ايه؟ حط جنب يعني الاستومك وجنبها اسكوبي، ابر جي اي دي اندوسكوبي، كولون ويزود لها اسكوبي، البلادر بسيست يبقى سيستوسكوبي، اليوترس بنوصفه بهيست هستيروسكوبي. يعني هي اسكوبي اخرها في يعني اي كلمه بتنتهي باسكوبي بنظر للجزء ده. عايز يقول لك على الرغم من ان هو بيدخل من الفتحات الموجوده في الجسم، الا ان احنا ممكن ندخله، احنا اللي نعمل الفتحه دي عن طريق انسجن، نفتح فتحه معينه عشان احنا ندخل منها المنظار عشان نشوف المحتويات الداخليه للجسم. يعني ايه؟ عايز اعمل منظار على المفاصل او عمليات دي، زي ما انت بتسمع يقول لك انا عمل عمليه الرباط الصليبي بالمنظار في الركبه. طب الركبه مش مفتوحه، بيفتح هو فتحه بالمشرط ودخل الارثروسكوبي المنظار العض ويشوف. يقول لك انا شلت مرار بالمنظار، شلت مش عارف ازاي ده بالمنظار، بيفتح في البطن ويدخل منظار لابروسكوبي. ساعات بقى السوراكوسكوبي اللي هو يكون فيه منظار من الثراث الكيج داخل، عايز يشوف اللنج والبلورة، بيفتح فتحة في الشيست كافيتي ويدخل بالمنظار سوراكوسكوبي. يبقى الفتحة يا اما اللي هيدخل منها يا اما ناتشورالي موجودة، الفتحات المعروفة في الجسم اللي هو الفم، الأنف، اليوريثرا، فاجينا، الريكتم، أو احنا اللي هنعمل الفتحة دي بالمشرط جراحيا سيرجيكالي كرييتد عشان نشوف المحتويات الداخلية لجزء معين، سواء الفتحة دي هنعملها فوق مفصل أرثروسكوبي يعني خاصة في الرباط الصليبي أو في الشولدر، في البطن عشان نعمل أي عملية بالمنظار في البطن، يقول لك تكميم المعدة والتكبيس والمرارة بالمنظار والكلام ده كله، أو حاجة عايز نشوف اللانج والبلورة يبقى سوراكوسكوبي. تعال شوف أدا منظار أهوت العظم أرثروسكوبي أهو، أدا الركبة فتح فتحة هنا وفتحة تانية، دخل المناظير وهو شايف على إيه؟ على الشاشة، وشغال في الركبة عادي جدا من غير ما يفتح ويعمل عمليات اللي هو عاوزها بالمنظار. ادي منظار تاني اهو، يعني صورة تانية اهو، ادي اهو. ما تقوليش ده بقى فليكسبل اندوسكوبي، ده مش ما تقول، ما احنا قلت فعلا المنظار يا اما يكون مرن يا اما ايه ريجيد، اللي هما فليكسبل يا ريجيد. ده ما هوش فليكسبل بقى، انت شايف حاجة متالت معدن اهو، يبقى دوت النوع اللي هو الريجيد. عمله تاني بس في الكتف، ريجيد اهو اللي هو الميتاليك المنظار المعدن، وشايف الكتف واشتغل في الكتف. صورة تالتة اهي، صورة رابعة هو داخل بالمنظار وشايف ويصلح بقى الايه الاربطة بتاعته ويعمل اللي هو عاوزه بالمنظار. منظار البطن ما تقوليش انه هيكون بقى فليكسبل، ما ينفعش، هيدخل ازاي؟ لكن ده الريجيد، هذا فتحتين تلاتة أربعة يدخل بالأدوات المنظار وشايف على شاشة، وشايف على شاشة. هتقول لي طب الشاشة هنا، ده اتجاه عينيه الناحية دي، لا هو بيبقى فيه شاشتين وفي ساعات شاشة حسب ايه التوصيلة بتاعتي، يعني لو شايف دي بتبص على الشاشة دي، لو في شاشة الناحية دي هتلاقي ده بيبص عليها. ولا صورة تانية اهوت، ادي فتح، ادي أربع فتحات دخل منهم المنظار يبص على الشاشة ويعمل كل اللي هو عاوزه في البطن. صورة تالتة اهي، ده ريجيد طبعا اهو. صورة اهي، احنا شغالين، ادا المنظار وشغالين، وادا الشاشة قدامهم اهي.
منظار الشعب داخل اللي هم الانف النوز داخل على اللنج، ويشوف اللي هو عاوز يصور، ولو في unusual tissue ممكن شك فيها ممكن ياخدها ياخد منها عينه بيوبسي. سيراكوسكوبي شايف داخل منين، من بره خالص بحاجه ميتاليك، ودخل فيها البروب ويبدا يتنيه ويوجه بقى يشوف هو عايز يصور ايه بالظبط. هذا المنظار اهو السيراكوسكوبي، هذا ثلاث اربع فتحات، هذا البريست وده الاكزيلا او اكزيلاري لاين، وابدا اركب الفتح ده بقى سيرجيكال كرييتد اوبننج، هو اللي فتح الفتحات دي بالمشرط ودخل منه المناظير ويعمل اللي هو عاوزه. اهو ده فتحه 2 3 ميد اكزيلاري، ويدخل المنظار ويشوف اللي هو عاوزه. هو ده المنظار فايبر اوبتيك اهو، شايف رفيع ازاي، وفي الكاميرا قدام بس الكاميرا عاليه الدقه هاي ديفينيشن. شوف الفيديو ده برونكوسكوبي اللي هو المنظار الشعر، عايز يشوف البرونكال والبرونكيو. هذا الاناتومي بتاع الشيست كافيتي او الريسبيراتوري سيستم، لانج يمين لانج شمال، انسبيريشن اكسبيريشن، تتنفخ وبتت ايه تقفل تاني. ده الطبيعي. عايز اقول لك بقى الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بيحصل جاز اكسشينج عادي جدا. هو بيقول بنعمل البروسيجر ليه؟ ليه بنعمل المنظار؟ في حاجه دخلت الريسبيرتوري سيستم شيري او في كورن بادي دخل، واحد عنده كف غير معلوم السبب، عايز ياخد سامبل اللي هو البيوبسي بالاشعه، طلع فيه تيومر مثلا فعايزين نفحصه، طلع في الاشعه في حاجه غريبه فعايز ياكد بالمنظار يقول لك اشوف ايه بالظبط. قبل البروسيجر اللي هو قبل المنظار الميديكيشن اللي هو المهدئات بتاعته، هيتركب له طبعا كانيولا. طبعا مش ده المهم اكتر من اللي انا كنت يهمني انك تعرف ايه هو المنظار نفسه. هتركب على الاكسجين وهيتوصل بمونيتور طبعا، وطبعا عندها هيتخدر. بص المنظار نفسه حجر رفيع جدا، لها الانبوبه فيها الكاميرا وفيها لايت، يعني فيها نور وفيها كاميرا عشان تنور. هو داخل وادي الشاشه اهو، بيدخل وهو داخل لمح ايه في بوليب اهي في كلكيع، راح واخد منها بيوبس، خد منها ايه حته. ادي فائده المنظار. يبقى من ضمن فائده المناظير بتشخص، اخد عين اهو بعد المنظار بيعمل ريكفري، بنحطه في ريكفري وتعمل له اكس راي والعيان بيروح. ولو انت واخد سامبل او بيبسي بيتكتب على اسم عيان كامل ويتبعت لل، وطبعا النتيجه بتظهر خلال كام يوم حسب بقى ايه البوليس بتاعت المستشفى. امور بسيط. ادي منظار تاني اهو، ليفنج على ليفنج اهو، لوكال انستيزي، افتح لسانك حطيت له ليدوكاين سبراي، ابلع كده خدر ايه هنتات الفرنكس عشان ما يرجعش. ادي المنظار اهو اللي انت شايفه في ايدك اهو، شايف منور اهوت وكاميرا، يعني في نور وكاميرا عشان ينور. اداله العضاده اهي والشاشه على يمينه هنا، وكدني بيزن عشان لا قدر الله لو رجع ولا حاجه. هيبدا يدخل المنظار وعينه على الشاشه او للمصوراتي بورينا الشاشه. ادع الشاشه هو ماشي ماشي، هو يشوف براحته بقى هنا ايه هنا ايه. فالمنظار جميل واداة حلوه في التشخيص. تشوف وتكبر وتتاكد مره واثنين، ولو في مشكله حاجه تاخد عينه ما في ثواني اهو. هو بيبص والعيان صح اهو، من الموضوع مش صعب يعني. هو لو لقى بس ايه انه متوتر ولا حاجه ممكن ينيمه، مش حاجه يعني. او يدور يمين وشمال، وممكن في امكانيه انك تعمل فلاش بصلاين عشان الصوره تبقى واضحه لو جه ميوكس ولا حاجه على الكاميرا. امور بسيطه اهي. ادا فيديو تالت، ادا واحده ست
تركب لها النيزل اللي هو الاكسجين، انت تلاقي العضاده نايمه ليفت لاترال، وادي المنظار نفس اللي حصل، غرفه المناظير دكك المنظار اهو، حاجه بسيطه جدا، بس طبعا للعيان بالنسبه له حاجه كبيره. وادي الشاشه قدام منه، ويدخل ويدور براحته ويكبر ويعمل اللي هو عاوزه. المناظير التشخيصية اللي انت شايفه ده كله تشخيصية، لكن اللي في العمليات دي اسمها مناظير جراحية. لكن اللي انت شايفه ده ما ينفعش اعمل بيه عملية. حاولت اجيب اكتر من فيديو عشان اوريك بس بكذا، يعني الامور بسيطه وكذا حد بيعملها ونفس التكنيك والامور بسيطه. شايف صوره عاليه الدقه ويكبر ويشوف ده فينا كذا ده فينا كذا. هذا الاناتومي وهذا المعده، وبتكتب الريبورت ولو في عينات تاخدها تحللها وخلاص. اللور اندسكوبي بقى المنظار القولون اللي من اسفل، ايه يحدد بقى الالتهابات، لو في عدوى في قرحه ديفرتيكيلوزيس نوتوئات في الجهاز الهضمي، لو في بوليب، لو في قدر لا قدر الله كانسر. دي ادى المنظار اهوت، وادى التورش او اللمبه بتاعته والكاميرا في نفس الوقت، حاجه بسيطه وماشي ويشخص بيه. اهو دخل من الريكتم ماشي سيجمنت كولون ويطلع على الديسندنج كولون وينفع ترانسفيرس نشوف، ونروح لافف وداخل على الاسيندنج كولون. بعيد لك تاني، انا قاعد بنظر القولون هو ماشي ومنور وشوف هل في التهابات، هل في تيومر ناخد منه بيوبسي، هل في نتوءات، اللي موجود بيعرضه لك. ففرصة انك تشوف الجسم من جوه بصورة عالية الدقة. هو ماشي، لا زي كلكيعة كده اللي هو ايه بوليب، راح واخد منها عينة تتحلل. ده ايه بالظبط؟ بعت العينة باثولوجي يقول له ده كذا، اهو كلكيعة تانية اهي هي ماس، راح واخد منها عينة ويربط عليها كمان ويشيل. ادي المناظير بسهوله جدا وبساطه، يبقى عباره عن انبوبه مرنه او صلبه فيها من قدام مزوده بكاميرا عاليه الدقه واضاءه طبعا كافيه، بتدخل من اي فتحه موجوده في الجسم طبيعيه زي الفم الانف اليوريثرا او الريكتم او الفاجينا، او ممكن الفتحه دي احنا سيرجيكالي كرييتد احنا نفتحها بالمشرط، سواء عايزين نشوف شولدر معين يعني من ظرف البط او على الصدر، وممكن ناخد عينه وبسيطه. وده يعني عامل ثوره في الطب، ودي فكره بسيطه عن المناظير، وان شاء الله مكملين ونعمل الفتره الجايه عن انواع التحاليل ونكمل في حاجات تانية. شكرا، باي باي.